بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا صاحبا يتجنب التفنيد، فلقد تجنبت الحسام الغيد، وصحوت عن لهو الشباب وسكره، لما رأت صفاءه تنكيدا، لكنني أصبحت مشغوف الحشا. الله الله، لكنني أصبحت مشغوف الحشا في حب آل المصطفى معمودا. صلوات. فلقد عقدت ولاية فيهم معلنا. هنيئا لكم، هنيئا لكم هذه الليلة الغراء. فلقد عقدت ولاي فيهم معلنا في حب حيدرة فصرت سعيدا. هو ذلك الشبح الذي في صفحة العرش استبان لآدم. شوف تاريخ إمامك بدأ قبل آدم. هو ذلك الشبح الذي في صفحة العرش استبان لآدم مرصودا، لم يفرض الله الحجيج لبيتي. رحمك الله أيها الشاعر. لم يفرض الله الحجيج لبيتي لو لم تكن في بيته مولودا. بعد 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 ريت صلوات أعلى. للأنبياء في السر يا أمير المؤمنين يا صاحب الأسرار العظيمة. للأنبياء في السر كنت معاضدا، ومع النبي المصطفى مشهودا، ولكم كفى الله القتال بسيفك الإسلام يوم الخندق مشهودا. من قد عتبة وابن ود ومرحبا، والعبدري وشيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لدك. الله الله الله، شوف وجوه المؤمنين مستبشر الليلة. سجدت رؤوسهم لدك، وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا.
تحيرت الأقلام هاشمين تحيرت. ايش تكتب الاقلام عن علي بن ابي طالب؟ تحير المتكلمون، تحير الشعراء، تحير الادباء. واحد مسيحي يقول له ماذا اقول فيك وقد قالت الناس في المتنبي انه مالي الدنيا وشاغل الناس، وما المتنبي في ازاء عظمتك الا كمدره تقف خجلا ازاء عظمه الاهرام. الله الله الله، ايش نقول عن علي بن ابي طالب؟ تحيرت الأقلام في ليث هاشم وما أدركت سر الوصي حروف له انشقت الجدران أي كرامة بها اختصوا دون الأنام رؤوفوا. عمل للذي لم تبصر النور عينه فحيدر شمس لم ينله كسوف كسوف كسوف. تصلي على إحدى يديه ملائك وتسجد للأخرى قنان وسيوف. عجبت لمن ينسى ولادة حيدر على الكعبة الغراء كيف يطوف. بعد لما تصير صلوات بأعلى الأصوات على محبة علي. أخذ ذكر والمحراب انجن ليله. يعني بالليل شنو علي سلام الله عليه؟ لا تجده إلا آهة حيرة تطرق أبواب السماء، لا تنظر إلا دمعا يجري على وجنته. أخذ ذكر والمحراب انجن ليله وصنو القنا والسيف انطلع البدر. وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. وين المعجزة؟ تزود كل عصر منه كما اشتهى ولا زال في الدنيا ولا زال للدنيا بمزوده ذخر. صلوات صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا بل أوصيا أنت لطاها. هاي الأبيات كتبت عند علي سلام الله عليه، شوف المعنى العالي بيه. يا بل أوصيا أنت لطاها
شو يصير من طه؟ صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معاني كسران، إن لله في معانيك سرا، مو معنى واحد، معاني كثيرة لعلي وكلها أسرار. إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه بنوه بنوه. ليش؟ خلق الله آدم من تراب، فهو ابن له وأنت أبوه. صلوات. سلام عليك يا أبا الحق، وأنت تطل ألقا في هذه الليلة على الدنيا. سلام عليك يا ابن الكعبة التي ولدتك لسانا وحساما، فذببت عنها بعظيم بيانك، ودافعت عنها بقاطع حسامك. ولدت ببيت الله وقلبك بيته، وأنت وليد البيت، فافخر على الدهر. أتذكر كلمة للألوسي يقول: سبحان الذي وضع الأمور بمواضعها. يقول لي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لما ولدت بالبيت قدما، يقول لما أنت الله عز وجل اختارك وولدت في هذا المكان صدفة، هكذا جاءت فاطمة ووضعتك صدفة. وإحنا نعرف أن مريم جاءت لتلد عيسى في بيت المقدس، فجاءها النداء: يا مريم اخرجي، هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. أما أن تأتي فاطمة فينشق لها جدار الكعبة لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت، فلبيته جزيته من قريش بأن طهرت من أصنامهم بيتهم. علي هو الذي طهر الأصنام، وحكم في ولادته في قلب الكعبة، حتى حينما تتوجه الأمة إلى الكعبة تذكر عليا وتذكر هذا المولد الإعجازي. إخواني الكرام، كل عام وأنتم بخير. في هذه الذكرى العظيمة وفي هذه البشارة الجليلة في ولادة سيدنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن وإياكم نتوجه بالبشرى هذه الليلة ونزف التهاني والتبريك إلى ولي الله الأعظم، إلى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وإلى مراجعنا العظام في النجف الأشرف وفي كل مكان. ونسأل الله عز وجل بحق علي وبحق هذه الليلة العظيمة أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآل محمد. إخواني، بغض النظر عن الصيغة التقليدية التي تأتي بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أريد هذه الليلة بوقفات تصحيحية عند بعض الأمور التي نحتاج أن نصحح النظر فيها، لأن عندنا كثير من التأثيرات السلبية التي جاءتنا من خلال المناهج المحرفة، من خلال المعلومات المزيفة. وأنا وإياكم هذه الليلة على قدر ما يتسع لنا الوقت إن شاء الله نتوقف عند بعض النقاط التصحيحية في سيرة هذا العظيم الذي لا يستوعبه زمان ولا تستوعبه محاضرة ولا يؤدي حقه متكلم قط. ولذلك أنا أتخطر كلمة للجاحظ. الجاحظ يقول: سمعت النظام. شوي التفتوا، ترى الجاحظ من المتشنجين من شيعة علي عليه السلام. نعلي الصوت شوية للشباب الإخوان المشرفين على الصوتيات، لو يطون شوية صوت للجمهور، لأنه الإخوان يقولون ما جاي نسمع. إخوان رحم الله والديكم، الجاحظ ينقل كلمة للنظام. النظام يقول: علي محنة للمتكلم. شوي التفتوا لهالكلمة، يقول علي محنة للمتكلم. محنة؟ يقول محنة، يتحير واحد شو يسولف عنه.
هذا المتنبي قال له لم لا مدحت عليا وأنت تحبه؟ ليش ما مدحت علي بن أبي طالب وأنت تحب علي بن أبي طالب؟ قال وتركت مدحي للوصية تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يقول شريد أقول عن الشمس كلامي يصير باهت، يعني أقول عن الشمس أنها مضية، أقول مثلا أتحدث عن عطاء الشمس وعطاؤها لا يغفل، لا يغفل عنه أحد. فيقول إيش ما أتكلم عن الشمس كلامي يقصر عن أداء حقها، كذلك إذا أردت أن أتكلم عن علي بن أبي طالب شرد أسولف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك النظام هذا رجل عالم يقول علي محنة للمتكلم، إن وفى حقه غلا وإن قصر بحقه أساء، والدرجة الوسطى حادة اللسان دقيقة في الميزان صعبة الترقي إلا على الحاذق الذكي. يقول صعبة جدا تتحدث عن علي بن أبي طالب وما تنتقل لا للغلو، لأنه هوايك وقضايا لما تسمعها تقول شنو هالعظمة هذه، ربما تأخذ بك بعض النوايا إلى الغلو من حيث لا تشعر، ومن جانب آخر ذات خصب تكون قد أسعت بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيقول الكلام عن علي سلام الله عليه كلام دقيق يحتاج إلى تعمق، يحتاج إلى دراية، يحتاج إلى توسل بالله العظيم حتى لا يقع المتكلم في غلو ولا يقع في تقصير. عظمة. قبل أن أتحدث عن بعض هذه الوقفات التصحيحية إخواني الكرام، أريد أقدم مقدمة ولو بدقيقتين بثلاث، شوي التفتوا لي زين، هذه المقدمة مهمة، وهذه المقدمة تحمل إجابة مؤلمة. كيف وصل لنا علي عبر التاريخ؟ إذا قدرنا نجاوب على هذا السؤال نصل إلى حقيقة مؤلمة في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إحنا شفنا علي بن أبي طالب، أكو واحد من عندنا عاصر عليا سلام الله عليه؟ لا. أمير المؤمنين وصل لنا عبر نافذة التاريخ، وعلي سلام الله عليه استقبله التاريخ ونظر إليه نظر المتشنج من سيرته، لأن التاريخ ما كتب بأياد منصفة. من اللي كتب التاريخ؟ الذي كتب التاريخ إخواني هم أعداء أهل البيت. هاي المصيبة، يعني خالد القشري واحد من كتاب التاريخ، هذا والي لبني أمية في المدينة، هذا كاتب من كتاب التاريخ، يجي الكاتب مالته المساعد يقول له أنا أحيانا ترد علي بعض الروايات في مناقب علي بن أبي طالب ماذا أصنع؟ قال إياك أن تذكرها إلا أن تجده في قعر جهنم، دير بالك تذكر منقب من مناقب علي بن أبي طالب. إحنا أصلا ملكنا ما يقوم إلا بسب علي بن أبي طالب، بالنيل من علي بن أبي طالب، تجي تكتب مناقب علي بن أبي طالب. ولذلك أحد العلماء عند كلمة يقول عجبت لرجل كتم أعداؤه فضائله حسدا وكتم أولياءه فضائله خوفا. تصور يعني جماعة خايفين ما يحجون عن علي بن أبي طالب لأنه اللي يتنفس باسم علي يقتل، وجماعة يعرفون من هو علي سلام الله عليه مع ذلك يكتمون أخباره حسدا. يقول عجبت لرجل مر بين هذين الخندقين بين جماعة ينظرون إليه نظر الماقت، ما يتحملون يسمعون علي، أصلا اسم علي ما يتحملونه، اسم قل له أبوك أسماك عليا، هذا مروان يقول لعلي بن الحسين، وعندك أخو ثاني علي وعلي وعلي، أنت ما عندكم اسم غير علي، ما يتحملون هذا الاسم. وصلت الكلمة للحسين قال الويل لابن دباغة الأذن، والله لو ولد لي ألف ولد لما أحببت أن أسمي أحدا منهم إلا عليا. هذا الاسم عظيم. الإمام الباقر راح ويا أحد أصحابه يقول طرقت الباب فخرج غلام قال ما اسمك؟ قال علي. قال وما كنيتك؟ قال وكنا بأبي محمد.
اللهم صل على محمد. قال: لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا. الاسم الاثار، اسم الاثار، علي، انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وين علي؟ وين تجيب اسم معاوية مثلا؟ معاوية اسم كلب أجلكم الله، عوت فاستعوت فسميت معاوية. ولذلك يقول: لقد أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. هذا الاسم العالي، هذه العظمة. شعرائنا الشعبيين رحمة الله عليه يقول: لعلي عالي، لك العالي، علي العالي من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي بساق العرش نورك، علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل. يا آية عليك الآية، يا شبه شمس الضحى على الليل بالبدر التمام التم، إلى آخر خطبتي إلى آخر قصيدتي. فعلي سلام الله عليه مر بقناتين، مر يمر على واحد وهو يخاف أن يأتي باسم علي، ومر يمر على واحد وهو حاقد على أمير المؤمنين يقول: ومع ذلك ظهر ما بين هذين ما سد بين الخافقين. صلوات بأعلى الأصوات. فلذلك أمير المؤمنين تلقاه التاريخ بنظر المتشنج منه، لأن الإمام وتر الدنيا، قتل الأبطال. على الزهراء سلام الله عليها تشير قل هم: وما الذي نقموا من أبي حسن؟ نقموا والله منه نكير شيفه وتنمره في ذات الله. هذا هم اللي غضبوا على أمير المؤمنين سلام الله عليها، أن زحزحوها عن رواس الرسالة وموضع النبوة والدلالة والطبن بأمور الدنيا والدين. تتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه في خطبتها الصغرى وفي خطبتها الكبرى أيضا صلوات الله وسلامه عليها، أشارت إلى علي حينما وبخت القوم، قالت: كلما أوقدوا للحرب نارا أو فغرت للمشركين فاغرة ألقى أخاه في لهواتها. منه علي سلام الله عليه، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مشمرا كادحا. وأنتم في ترف من العيش فاكهون آمنون وادعون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون بنا الأخبار وتنكصون عن النزال. هذا تاريخهم وهذا وضعهم. أين بدأ أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الله أكبر، ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. استمع إلى هذه الرواية حتى تتعرف على سر من أسرار علي سلام الله عليه. جاء أبو طالب في يوم من الأيام إلى فاطمة بنت أسد، قال: يا فاطمة، لقد خشيت على علي اليوم. قالت: خيرا رأيت يا أبا طالب؟ قال: رأيت عليا يكسر الأصنام. كان عمره 4-3 سنوات. وخشيت عليه من صناديد قريش. شوي التفتوا لي إخواني، هاي بعد ماكو بعثة، ماكو بعثة بعد. الإمام علي حينما بعث النبي بالرسالة سيجينا، هذه همنا من الأخطاء التي ينبغي أن تصحح. الناس مفكرين أنه النبي ما عارف أنه نبي لحد ما بلغ 40. غلط، غلط. رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تسلم عليه الأشجار والحجر والمدر. نعم، أرسل بالرسالة الإسلامية علناً بسن 40. كان يرى جبرائيل ويتحدث معه جبرائيل، بل هبط عليه جبرائيل حينما ولد علي سلام الله عليه قبل بعثة النبي ب10 سنين، وبشره بولادة علي كما سيأتي إن شاء الله. هذه الأمور التي لحقتنا من هنا ومن هنا.
تاريخ مليء بالأخطاء، مليء بالأغلاط. علي بسن الرابعة الثالثة أبو طالب يأتي إلى أمه فاطمة بنت أسد يقولها: أنا خشيت على علي، خفت علي اليوم، نظرت إليه وهو يكسر الأصنام فخفت عليه من صناديد قريش. قالت: أخبرك يا أبا طالب بسر. قال: تحدثي يا فاطمة. أبو طالب يعلم من هو علي، فاطمة تعلم من هو علي. فاطمة حينما جاءت لتلد عليا سلام الله عليه طافت ببيت الله ورفعت يديها بالدعاء، قالت: اللهم إني أسألك بحق هذا الوليد الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي. بولادة النبي صلى الله عليه وآله قبل 30 سنة من ولادة علي جاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب، بشرته بولادة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، فقال لها: لو أمهلتني سبتا لبشرتك بمثله. سبت يعني 30 سنة. أخواني ذولا ناس محدثين ولا أوصياء عظام، أباء النبي، أباء أمير المؤمنين، من وصي إلى وصي ومن كابر إلى كابر. وكان يعرف النور النبوي في صلب من خلال النور الذي يبدو في جبهة حامل هذا النور. رسول الله يتحدث عن نوره ونور أخيه علي، يقول: وكان يسمع تسبيحنا بين البطون والظهور. آباءنا وأمهاتنا يستمعون التسبيحنا ونحن لازلنا في أصلابهم، للعظمة، الله أكبر. قالت: يا أبا طالب أخبرك بسر، لما حملت بعلي بن أبي طالب، لما حملت بولدك علي وكنت آتي للطواف ببيت الله، والله ما دنوت من صنم قط، وهي عابدة لله عز وجل ولكن هم نصبوا أصنامهم في الكعبة. تقول: كلما دنوت من أصنام القوم كلما اعترضني علي بقدميه في بطني حتى أبتعد عن ذلك الموضع. أخوان إحنا عندنا روايات أن الزهراء عليه السلام كانت تتكلم مع خديجة وهي في بطن خديجة، فكيف بعلي وهو سيد فاطمة؟ شوفوا هالعظمة، هذه ما هذه الحساسية أزاء الأصنام يا أمير المؤمنين. هذه الرواية تخلي يدي على مكام عظمة كثيرة يقف عندها المرحوم العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي على الله مقامه، يقول: هذه في إشارات ودلالات عظيمة أن عليا كان مدركا لما يجري في مرحلة الأجنة. احنا طبعا نعتقد بذلك، لكن هذا لغيرنا. اثنين، أنه كان يمارس عملية الكبح والدفع لأمه حينما تقترب، رغم أن الدافع من وصول أمه إلى مكان الأصنام ما كان للعبادة. هذه كلها إشارات ودلالات على عظمة هذا المولود، على عظمة هذا الصنو لخير خلق الله محمد. ثم شوف أبو طالب ما نهاه عن ذلك، وإنما خاف عليه، وهذا معناه أن عليا في عمر 4 سنين 3 سنين كان يمارس دور جده إبراهيم ويذهب خفية لتكسير الأصنام. هذا الجانب الخفي من سيرة أمير المؤمنين، يذهب كما فعل جده إبراهيم عمر 3-4 سنين يكسر الأصنام خفية بالليل بالنهار، وأبو طالب يخشى عليه من صناديد قريش، يقول: أخاف علي، أخاف ينظرون إليه ويقومون بقتله مثلا. وهذا معنى أن هؤلاء ما كانوا ينظرون إلى علي نظرة الطفل الصغير، وإنما كانوا ينظرون إليه نظرة البالغ والرشيد العاقل، من فصاحته، من جزالته، من علمه، من نور وجهه، من بهاء هيبته. كان له وضع خاص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت فاطمة وتوسلت بالله عز وجل، وانفتق جدار الكعبة ودخلت فوضعت عليا في جوف الكعبة، وأغلقت الباب، وأغلق الفتق الذي حصل بالجدار، ما أجت ودخلت للباب حتى لا واحد يجي من هذول الأوباش ويقول هي جاشرت ودخلت من الباب، لا لا لا، انشق لها جدار الكعبة
وشوفوا يا أخواني حتى هذه العظمة وهذه الكرامة لما يجون إلى بعض النواصب عشان يماري ذن، يعني إحنا بعد على منبر أبي عبد الله الحسين، وما لي أجيب اسم من هالأسماء الخبيثة اللي يوم من الأيام ما حتدري شو يقول، يقول علي بن أبي طالب وهذا موجود واسمه معروف يعني، بس ما أريد أجيبه أقول لك لأنه أترفع عن ذكر اسمه واقعا. وشوف الحقد وين يصل إلى أي درجة. يقول صحيح الروايات تقول أن عليا بدر من بطن أمه ساجدة، بس هذا سجود للأصنام. ليش؟ لأنه الكعبة كان بداخلها أصنام، فهو لما سجد سجد الصنم يعني، فما يصير نقول إحنا كرم الله وجهه. أنت ملاحظ الحقد أحيانا يوقع الإنسان بالحمق. قل له هو نفس أن ينزل أمير المؤمنين من بطن أمه ساجدة، هذا معجزة، فما الداعي لهذا السجود؟ داعي السجود ما هو؟ السجود لرب الأرباب، لله عز وجل. ولد ساجدا وأكلت فاطمة من ثمار الجنة 3 أيام، ونزلت لها مريم وآسية، وبعد 3 أيام ما خرجت من الباب، انشق لها الجدار وخرجت مرة أخرى وهي تقول أيها الناس لقد فضلت على من كان من قبلي من النساء. ولقد أضاءت لي أنوار رأيت قصور بصرى في الشام وقصور أصطخر، وسمعت مناديا ينادي اسميه عليا. رسول الله يقول فهبط علي جبرائيل قال العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويبشرك بقرب أوان نبوتك بولادة أخيك وابن عمك وناصرك علي بن أبي طالب. وشوف وين الرواية تقول علي حينما ولد كان مغمض العينين 3 أيام، حتى دخلت فاطمة، حتى خرجت فاطمة من الكعبة جاء رسول الله، لأنه جبرائيل خبره. وقلت لك رسول الله كان ينظر جبرائيل ويتحدث مع جبرائيل، وهذه ما القضية أنه نزل عليه وضيق عليه أنفاسه وقال له اقرأ، وقال له ما أنا بقارئ، وقال له اقرأ، وقال له ما أنا بقارئ، وكأنما فرد عركة بينه وبين جبرائيل سلام الله عليه، وهالتعذيب النفسي للنبي، ويقول له اقرأ، يقول له ايش اقرأ، يقول له اقرأ. ظلم صراحة يعني، ما أدري ليش هالعملية هذه من التعذيب للنبي. موجودة عن فلان هذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق الأمر ما كان كذلك أبدا. رسول الله في سنة ولادة علي كان يسميها هاي السنة المباركة، لأن بدأت الأشجار تتكلم معه بالرسالة. هذه الروايات التي وردت عن آل محمد. يقولون فجاء رسول الله أخذ عليا من أمه ففتح علي عينه فقال رسول الله خصصتني بالنظر خصصتك بعلمي. اللهم صل على محمد. اسمع يقول فقرأ قول الله تعالى علي عليه السلام، قرأ قول الله، هاي حقيقة أخرى، هاي من الحقائق التي لا بد أن نقف عندها. فقرأ علي عليه السلام قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال أفلحوا بك يا علي وأنت إمامهم. كثير من علماءنا يقفون عند هذه الرواية، يقول كيف يتكلم علي عليه السلام بآية من القرآن بعد البعثة؟ إخواني الحقيقة القرآنية نزلت على صدر النبي الخاتم في ليلة القدر. أصلا عندنا روايات وعندنا جماعة من العلماء يقولون أن هذه الحقيقة نزلت على قلب النبي الخاتم في ليلة القدر قبل أن يخلق آدم. القرآن في صدر محمد صلى الله عليه وآله، ولذلك القرآن الكريم شي يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. جبرائيل كان ينزل للنبي يقول له اقرأ هسه هاي الآية، اقرأ هسه هاي الآية، اقرأ هسه هذه الآية، هاي توقيتات جبرائيل ينزل بها. وألا الحقيقة القرآنية إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن بتمام حقيقته على صدر محمد، ونور علي سلام الله عليه كان متصلا ولا زال بنور محمد صلى الله عليه وآله، فهو شعاع من محمد صلى الله عليه وآله.
هذه حقيقة وهذه رواية موجودة طبعا. وهذا البحث أيضا إذا نفتح شوية الباب لتركيز هذه الفكرة نحتاج إلى وقت أطول، ولكن شوية نقف عند بعض الوقفات أيضا، ما أدري إذا الوقت يسعني بعد أو لا. زين. وهكذا نشأ علي سلام الله عليه يقول في خطبته القاصعة: ولقد علمتم مكانتي من رسول الله بالمنزلة الخصيصة والمكانة القريبة، أخذني وأنا ولد يضمني إلى صدره ويشمني عرقه، وكان يمضغ الطعام ثم يلقمني، ولقد سمعت رنة الشيطان حين هبط الوحي، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: يا علي، هذا الشيطان أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. جماعة شو يقولون؟ يقولون أن قريش أصابها القحط. يمكن بعد ما عندي وقت إلا أمر على هاي الوقفة، كان بودي أتوسع لأنه شوية هم نريد نطي شوية دمعة في صحن أبي عبد الله الحسين، لأن هي الزيارة للحسين هكذا لابد أن تكون ممزوجة بدمعة. إخواني الكرام، الجماعة يقولون أن قريشا أصابها القحط، فجاء رسول الله إلى العباس إلى عمه، قال: يا أبا الفضل، لنذهب إلى أبي طالب، لقد اشتد القحط على الناس، ونأخذ منه بعض أولاده. هكذا روى القوم. يقولون فجاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع عمه العباس إلى أبي طالب وذكروا له ذلك، فقال بزعمهم، فقال أبو طالب: خلوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فأخذ رسول الله علي وأخذ العباس جعفر. طبعا الرواية مضطربة، لأنه الرواية الأخرى تقول أنه الحمزة أخذ جعفر والعباس أخذ طالبا، رواية أخرى تعكس لا، العباس أخذ جعفر والحمزة أخذ طالبا. طبعا الإمام علي عليه السلام هو الولد الرابع، طالب بعد 10 سنين إجا عقيل، بعد 10 سنين إجا جعفر، بعد 10 سنين إجا علي سلام الله عليه. ولذلك هاي القضية المنقولة أن علي سلام الله عليه هو أول هاشميين ولد من هاشميين غلط، لأن قبل أخوته ولده سيد جعفر مرتضى العامل يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، هاي هم تصحيحة كنت خليها في بالك. نعم، أمه أول هاشمية ولدت لهاشميين، صحيح، مو أمير المؤمنين هو أول هاشميين ولده. بالتالي الفرق بين طالب وبين علي سلام الله عليه كم سنة؟ 10 بـ10 بـ10. زين. الجماعة شو يريدون ينطون من خلال هذه الرواية؟ يريدون يقولون أن النبي أخذ عليا اصطفاه لأجل المجاعة، لأنه الوضع صعب. أولا الرواية مضطربة في الأسماء، من أخذ من. ثانيا شنو معنات أن عليا سلام الله عليه مثلا يأخذه رسول الله بعمر 6 أو 7، أفرض 6 تقول مثلا في إعالة بالموضوع، بس شنو معنات مثلا يأتي العباس ليأخذ شابا بعمر 20 سنة أو 25 سنة أو 35 سنة بعمر طالب مثلا للإعالة يعني؟ ثم أنه النبي الأعظم ما كان قليل العيال، يعني أمانة عنده أبناء ربائب، خديجة، زينب زوجة أبي العاص، ورقية وأم كلثوم اللي بعدين تزوجن عثمان، هذن ربائب خديجة، بنات أخت خديجة، بنات هالة. وهذه هم حقيقة مهمة جدا نقدر نستكشفها من ولادة أمير المؤمنين، لأنه الجماعة يقولون في أغلب الروايات أن النبي الأعظم تزوج من خديجة بعد ولادة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان عمره 6-7 سنين. إذا كان الأمر كذلك والنبي بعث في 40 بالرسالة العلنية، زين، يعني خديجة تزوجها النبي وعمر النبي 37 سنة، إيش وقت لحقت خديجة تولد بنات ويكبرون ويتزوجون من بنات من أولاد أبي جهل ويطلقون وبعدين زوجهم عثمان، إيش وقت لحقوا؟ مقارنة بالتاريخ فيها دلالة واضحة على أن البنات اللي إن رقية وزينب وأم كلثوم ربائب خديجة، لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا.
فالجماعة حاولوا يقولون أن النبي أخذ عليا لأجل المجاعة، لا والله، علي كان بمنزلة من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد، أخذه وهو يحبه وقد أمره الله بذلك. إخوان، الروايات الواردة من الفريقين توصف لنا حالة العلاقة التي كانت تربط عليا بمحمد صلى الله عليهما. يعني هذه الرواية التي نقلها أحد الصحابة ابن مسعود يقول: رأيت النبي آخذا بكف علي يقبلها. الله أكبر، يقبل بكف علي. قلت له: يا رسول الله، ما منزلة علي من؟ قال: كمنزلتي من الله. يقول له: منزلتي أنا، منزلة علي مني كمنزلتي أنا من الله. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. واحد من الصحابة يقول: رأيت النبي يأخذ من عرق وجه علي ويمسح بها على وجهه. اللهم صل على محمد. أنس يقول: طالع أنا والنبي من المدينة، رجعنا أسمع النبي يقول: اللهم أرني إياه، اللهم لقد اشتقت إليه، اللهم أرني وجهه. يقول: قلت: من هذا اللي يتحرق رسول الله على رؤيته وإذا بعلي خرج علينا من البستان؟ علاقة التي كانت تربط علي سلام الله عليه برسول الله، هذه هي علاقة التي أرادتها السماء. وهكذا كان جبرائيل في حبه لعلي. عمر بن عبد العزيز ينقل هذه الرواية، عمر بن عبد العزيز ينقل رواية عن أم سلمة. أم سلمة تقول: في يوم من الأيام نزل جبرائيل على النبي فتنحى رسول الله إلى جانب البيت، أنظر إليه من بعيد وأرى النبي يتبسم، فلما رجع قلت: أراك متبسما يا رسول الله؟ قال: بلى يا أم سلمة، هذا جبرائيل قد نزل علي، يقول: في طريقه إلي نظر إلى علي يرعى ذودا له. ذود يعني ثلاثة من الإبل إلى 11 يسمونها ذود، وكان قد نام أمير المؤمنين وسقط الرداء من بدنه. جبرائيل يقول للنبي، يقول له: فجئت إلى علي سويت عليه رداءه فأحسست ببرد إيمانه في قلبي. شنو هالإشعاع النوري لعلي بن أبي طالب اللي جبرائيل جاء يركض للنبي يقول له: يا رسول الله، بس اقتربت من علي بن أبي طالب، بس سويت عليه الرداء أحسست ببرد إيمانه في قلبي. هذا هو معنى بعد قول النبي: علي مني بمنزلة رأسي من بدني. وهذا اللي يفسر لك سر الحقد الذي سكب على أمير المؤمنين: إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. هذا الحسد الذي انسحب على ذرية أمير المؤمنين. والجماعة في يوم عاشوراء ماذا خاطبوا الحسين؟ إنما نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب، بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. هذه الحرب التي جرت في هذا المكان وهذه الملحمة التي سطرها أبناء علي سلام الله عليه دفعوا ضريبة للإسلام. إنما نقاتلك بغضا لأبيك أمير المؤمنين، نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. ولذلك ماذا نادى اللعين حينما سقط الحسين؟ هذا ابن قتال العرب. الله أكبر. لما أعياه نسف الدم وأخذته السهام من كل جانب ومكان وسقط الحسين سلام الله عليه، الجماعة قالوا: الحسين هذه خدعة قد تكون منه. نادى رجل آخر قال: اهجموا على حرمه إن الرجل غيور. فهجم القوم على بنات الرسول وقرة عين الزهراء البتول، وخرج الزينب وهي تنادي: أبا عبد الله، إن كنت حيا فأدركت، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. قام الحسين وسقط على الأرض ثلاثا ونادى: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كونوا أحرارا في دنياكم، كنوا عربا كما تزعمون. قال شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح.
فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فنادى اللعين: هذا ابن قتال العرب. الله أكبر، هذا ابن الأمزع البطين، احملوا عليه. فحملوا عليه من كل جانب ومكان. ولذلك أحد الشعراء خاطب الأمير المؤمنين يقول له: شهر عن سلمان وتعنيته يا حسين يمك ليش ما حضرت؟ سيدي يا أمير المؤمنين، أكو فرد حادثة حصلت بحياة علي حينما هجم أعداء الله على الأنبار ودخلوا على النساء المسلمات. الإمام علي عليه السلام يقول لهم: هذا أخو غامض قد بلغت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحيا، ولقد بلغني أن الرجل من أصحابه يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع منها حجلها وقلبها وقلائدها. الدور بعدين الإمام يقول: لو أن امرأ مسلما سمع بذلك ثم مات أسفا ما كان عندي ملومة بل كان عندي جديرة. أقول: سيدي أمير المؤمنين، ما حالك لو نظرت إلى بناتك إلى زينب؟ تقول له: وجار حيدر يا حمل مطلوب يا أبو، وجار خبرك يلتحب الضيف الضيف يا أبو، والله وجار وجار أبو يمتني من الضرب معلوم، والجار والجار وخفت توقع بعت على الوطي. اي والله وخفت وقع بات على كلها توجهت لعلي بن ابي طالب يوم عاشوراء. زين العابدين لما نظر الى عماته سبايا، لما نظر إلى أخواته يقول: ما بكى باك منا إلا قرعوه بسياطه اتجه إلى جهة الغريب. يقول له: يا جد بعش اللي بحيات بحيات تمنيت يا جد مماتي، والله عباتك جيبة وشد بعباتي واستر بيها عماتي وخواتي. بعد رقية أيضا، إحنا نسمع نعي رقية هوايا، رقية تنعى الحسين، لكن هالمرة أحد الشعراء يقول: رقية توجهت إلى جهة الغريب. تقول له: شسالف يا جد شسالف شسالف يا جد والحجي يصعب، والله على القاع سحبوني وثوبي متراب. يا جد شفيت موقيف يا جد الراس بشيب. شنو هذا الموقف يا رقية؟ تقول له: شفيت موقيف يا جد الراس بشيب، الشمر طقني وتحامى وحال طق زين. هاي زينب يا أمير المؤمنين اللي ما حد كان شايف خيالها وما حد كان شايف طوله. تقول له: يا جدي يا جد العقيل الحجر شوفته اللي ما حد كان يقدر يشوفه، والله زجور زجور يحد النوق لما انطاح واخوته. يقول: يجر الناقة غفلة، يعني ينتظر زينب تغفل شوية ويجر الناقة هكذا. ليش؟ يقول: يجر الناقة غفلة بحقد ويعتها بلك يطيح من زينب عبايته. الله أكبر، نادى زينب يوم عاشوراء: وعليا ولا علي لي اليوم.
تقول وصيك يا الراجب على كور اذا ما علالك بالغرينور والله نور التجلب وادي الطور نادي ودمع العين منثور ماجور يا ابو حسين ماجور بويا نايم وصدر حسين مكسور اي والله نايم وصدر حسين مكسور تقول فر الضحوية وقذت كل ناس ولي شني لابد فاطمة ولابد علي والله بتحمل ولا بقى والي ولا بقى من اخوتي شجاية خذ يا طارش معصبي وطر الفلا وللغار الحذر ابويا توصل وقل لا يا عليش بعد النجف عن كرب اريدك الصيحة انت هاي وقل لا يا عليش بعد النجف عن الكرب لما جيت شنه الغاية حرب تقاضت كدينها يا امير المؤمنين أبا حسن حرب تقاضت كدينها ولكن أشاد في بنيك التقاضي يا الله إخواني تدرون المجلس الليلة شنو ميزته ما من مجلس ذكرت فيه منقب من مناقب علي إلا ونزلت الملائكة تتعطر بذلك المجلس فإذا عرجت الملائكة تخاطبهم ملائكة السماوات أين كنتم يقولون كنا عند قوم ذكروا عليا أصلا نحن في مجلس هو مختلف للملائكة أصلا نحن في حضرة أبي عبد الله الحسين مع استماعك لهذه المناقب إذا استمعت إلى منقبة من مناقب علي غفر الله لك الذنوب التي اكتسبتها بالسماع ببركة علي بن أبي طالب فمجلس مبارك في صحن مبارك كريم والدعوة مستجابة لا ترد من قال يا الله عشرا قال الله عز وجل عبد سل تعطى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل العراق بلدا آمنا اللهم آمن المؤمنين جميعا في أوطانهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر جميعا اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربع دقيقة على وقفتك للإمام المهدي يا إلى آلان
غائبا عن كل عين، يا ضياء باديا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات ثانية، قم ونادي. هل يكون الحسين ثالثة بأعلى منها؟ قم اللهم اجعلنا من الآخذين بثأر الحسين يا الله، مع وليك المنصور المؤيد الحجة من آل محمد. اللهم سدد وأيد علمانا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما الحاضرين المؤسسون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم الحاضرون، احفظهم فردا فردا، من كان فيهم طالب حاجة اقضي اللهم حاجته، من كان عنده مريض شافع اللهم مريضا، لا سيما المعينين، لا سيما الذين أوصونا بالدعاء بشفاعة أمير المؤمنين يا رب العالمين، لشرف النبي المصطفى وآله ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.